فاصلة إنجاز المدرج الرئيسي، تدعم المدرج الرئيسي وإنجاز المدرج الثانوي. الأشغال الفاصلة نبدأ إنجاز الأشغال تاع المدرج الثانوي ثم إلى المدرج الرئيسي وبعدها الموقف الطائرات، لكون هذا بسبب الأشغال تبقى جارية بعدم توقف حركة الملاحة الجوية المطار إليزي، وهذا يأتي في المرحلة الثانية بعد ما انتهينا إنجاز مطار عين ميناس. الأشغال لمدة إنجاز 14 شهر، يعني 6 شهور بالنسبة للمدرج الثانوي و8 أشهر للمدرج الرئيسي، وبعدها يستلم ويدخل حيز الخدمة.